بعد هذا المدخل، مدخل لعلم التحقيق، يبدو لي أن المدخل الثاني الذي يستلزم الإشارة إليه والوقوف عنده ودرسه وتمحيصه بالنسبة للطالب المبتدئ الذي ينوي دراسة المكتبة العربية القديمة، هو مدخل الاستشراق ودوره في المكتبة العربية القديمة. ذلك أن الطالب عندما يبدأ في تصفح بعض الكتب هذه المكتبة يلاحظ الإشارة إلى عدد كبير من أسماء المستشرقين والذين عنوا بالتراث العربي الإسلامي عامة ودرسوه تحقيقا ونشرا وتمحيصا، ولذلك الطالب المبتدئ يجد نفسه أمام أسماء كثيرة لمستشرقين كثر لأول مرة، فلا بد أن يعرف ما معنى الاستشراق وما دوره في المكتبة العربية القديمة وما هي طيارات هذا الاستشراق ومدارسه العامة، الاستشراق الألماني غير الاستشراق الإسباني غير الاستشراق الفرنسي غير الاستشراق الهولندي أو الأمريكي أو الإنجليزي إلى آخره. يجد الطالب نفسه أمام كم من هائل من أسماء المستشرقين، فلا يعرف خصائص كل طيار وكل مدرسة من مدارس الاستشراق هذه، وخصائص العملية والعلمية التي يصدر عنها هؤلاء المستشرقون وهم يعدون ما يعدون من كتب عربية تراثية تخرج للنور لأول مرة. ثم من هنا يكون تكون أهمية دراسة الاستشراق والتعرف عليه لأول مرة بالنسبة للطالب المبتدئ أساسية ومهمة جدا. ولذلك فأرى أن الطالب في حاجة ماسة في هذه المرحلة بالذات إلى تعرفنا عن قرب على هذا الاستشراق ومدارسه الكبرى في الشرق والغرب وخصائص هذا التيار الفكري العام الذي جعل نصب عينيه التراث العربي فتخصص فيه بحثان وتنقيبان ومقارنتان ونشرا لدراسات في التراث العربي ودواوين للشعر العربي تخرج للناس لأول مرة في عالم المكتبة العربية. هؤلاء المستشرقون بذلوا جهودا كبيرة مع التراث العربي وأخرجوا للناس ومن ضمنهم لطلاب الجامعة في الشرق والغرب كتبا ترى النور لأول مرة. هذا الإخراج الذي تميز به جمهور المستشرقين له خصائص وله سمات تميزه عن الكتب التي أخرجها محققون عرب في المشرق العربي وفي المغرب والأندلس بصفة عامة. يقوم الطالب خلال هذا المدخل بالتعرف لأول مرة على أسماء مستشرقين ألمان، فرنسيون، إسبان، إنجليز، أمريكان، إيطاليون عنوا بالمكتبة العربية في مختلف مشاربها الثقافية التي غذت المكتبة العربية بإجمال. منهم من درس الأدب العربي ونشر كتبا فيه،
ومنهم من عني بالشعر العربي ونشر دواوين عدة تنشر لأول مرة في تاريخ التراث العربي بجهد علمي خاص ومعين. منهم من عني بالقرآن الكريم فنشر فيه فهارس للقرآن الكريم ودرسها بصفة عامة. منهم من عني بالحديث الشريف ووضع فهارس لهذه الأحاديث معينة. الطالب في حاجة ماسة إلى معرفة هذه الجهود عن قرب والتعرف عليها. الطالب في حاجة ماسة إلى معرفة كتب الأدب بصفة عامة، الأدب العربي التي نشرها مستشرقون في بيئات ثقافية مختلفة، إن في الشرق العربي أو في أوروبا ذاتها، في عقر وفي صميم مراكز الاستشراق الكبرى في أوروبا وفي دول الاتحاد الأوروبي خاصة. هذه الجهود التي بذلها المستشرقون مع التراث العربي قمينة بأن يعرفها الطالب المبتدئ لكي يستطيع تحقيب كتب معينة وخندقتها ضمن إطار عام هو إطار المكتبة العربية. ولذلك الطالب عندما يقف أمام كتاب محقق تحقيقا معينا من طرف مستشرق معين لابد أن يعرف ولو بشكل عام المشرب الثقافي الذي ينتمي إليه هذا المستشرق أو المنهج الذي يتبعه لإخراج هذا الكتاب، سواء كان كتاب أدب عربي صميم أو كان ديوانا شعريا معين بذل فيه هذا المستشرق جهدا. لابد للطالب أن يعرف هذا المستشرق وهذه المدرسة الاستشراقية ومن خلالها يعرف مدارس الاستشراق الكبرى التي يمكن أن نقف عندها ويمكن أن نشير إليها إشارات أرى أن الطالب المبتدئ في حاجة ماسة إليها. فعندما يتعلق الأمر بالاستشراق الروسي مثلا لا بد أن يعرف خصائصه العامة، كذلك عندما يتعلق الأمر بالاستشراق الإسباني ورجاله الذين أسهموا بجهود كبيرة في المكتبة العربية القديمة. إذن من هنا أعتبر أن دراسة الاستشراق وطياراته والدور الفعال والعلم الكبير الذي قام به هذا الاستشراق في إطار المكتبة العربية وخدم به تراثنا وتراث أمتنا المجيد لا بد أن يحيط به خبرا هذا الطالب المبتدئ، ولا بد أن يعرف أساسياته العامة حتى إذا وقع في يده كتاب من هذه الكتب التي تولى الاستشراق بصفة عامة إخراجها لجمهور القراء في الشرق والغرب يعرف من ثم قيمتها ويعرف خندقة أصحابها وجهودهم التي قاموا بها مع هذا الكتاب مع هذا الديوان تحديدا. من هنا أعتبر أن مدخل هذا الطالب للاستشراق مدخل أساس ومعرفة أساسية لا غنى عنها للطالب الذي يحاول التعرف على المكتبة العربية القديمة ومعرفة أساسياتها التي تتعلق بالتحقيق من جهة وبالدراسة من جهة أخرى. إذن هنا يكون هذا المدخل أساسيا أيضا ينضاف إلى مدخل التحقيق العلمي الذي أشرت إليه من قبل والذي أعتبره أساسيا أيضا يعين الطالب المبتدئ على الاقتراب أكثر
من الكتب ضمن المكتبة العربية القديمة، وييسر مأمورية التعامل مع هذه الكتب بحس نقدي معرفي يتغيى ويهدف الوصول إلى المادة العلمية التي توجد بهذه الكتب التراثية العربية التي تشكل صلب العملية المعرفية في الجامعة وفي الدرس الجامعي بصفة عامة. إذن من هنا الاستشراق مدخلا من مداخل المكتبة العربية القديمة ينهض على مدامك معرفية كبرى لابد للطالب من المعرفة بها وبرجالها وبأسماء هؤلاء الرجال الكبار. طبعا دراستنا للاستشراق هنا لابد أن تكون دراسة مستنيرة، دراسة محايدة تشير إلى هذه المدارس الاستشراقية في الشرق والغرب، وتشير إلى أسماء المستشرقين بغير ما انحياز إلى هذه الطائفة أو إلى تلك، وبغير ما تقليل من هذا الجهد أو ذاك، ولكن ندرسها بحس نقدي يتغيى المعرفة العلمية الأكاديمية بالدرجة الأولى، وهي المعرفة التي أرى أن الطالب في الجامعة مجبر على تحصيلها والولوج منها إلى المكتبة العربية التي أرى أن دراستها لابد أن تكون لها مداخل قبل الغوص فيها وقبل دراستها بالنسبة للطالب المبتدئ. فلا بد لدراسة هذه المكتبة من هذين المدخلين الأساسيين لتحصيل وضبط كثير من المصطلحات والمفاهيم التي يجابهها طالب الثانوي وهو يتعامل مع هذه الكتب لأول مرة في إطار المحاضرات الجامعية التي تتباين في جوهرها وفي مفهومها عن عملية التحصيل التي دأب عليها ضمن ملخصات مدققة معصورة بإن صح التعبير تقدم له على طبق من ذهب من طرف أستاذي الثانوي الذي لا يعبأ بكثير من الإجرائيات المتصلة بالتحقيق وبالمفاهيم المرتبطة به، ولا يعبأ بالاستشراق وغيره من الإجرائيات المتصلة به وبرجاله وبطياراته الثقافية ومدارسه في الشرق والغرب. إذن من هنا أعتبر مدخل الاستشراق مضافا إلى مدخل التحقيق أساسيين بالنسبة للطالب الذي يريد أن يحيط بالمكتبة العربية في خطوطها الكبرى.